طبعا مسدسات متخصصة للنظافة الداخلية. طبعا زي ما احنا شايفين المسدس والفرشة من الأمام، وطبعا هذا مسدس ينظف من داخل السيارة. وزي ما احنا شايفين هنا هذا المسدس هو اللي مسدس نظافة فرش السيارة من الداخل والأجزاء الصعبة. زي ما احنا شايفين القطعة الزرقاء هذه مع ضغط الهواء تقوم تدور، تقوم تايش تشفط وتنظف جميع الأجزاء الداخلية، الوساخة منها، فتحات التكييف، الأجزاء الصعبة. طبعا في منها نوعين، والأنواع الثانية اللي هي زي ما احنا شايفين للنظافة الداخلية. طبعا هنا مسدس الرغوة الكريستالية، هذا يتحط على الجهاز المتخصص وديك الرغوة الكريستالية، وهذه فرشة الرغوة السحابية، وهذا مسدس برضو نظافة داخلية، وهذا مسدس الرغوة السحابية. وهنا عندنا جهاز غسيل الفرش بالحار والبارد، وممكن كمان يصير بالفوم. هذا أحدث جهاز لغسيل السيارات بعلم الرقوة. الرغوة الثلجية طبعا أحدث جهاز لرش الرغوة الثلجية زي ما احنا شايفين. لحظة يلا جو. هذا أحدث جهاز رش الرغوة على السيارة، طبعا هو يسموها الرغوة الثلجية، وهو فورا بيرش الرغوة على السيارة بطريقة سريعة. شوف كيف طريقته، ها روح كده على قدام كمان هناك زي ما احنا شايفين، ما شاء الله كيف صارت السيارة بثواني اتعبت بالرغوة الثلجية. الآن ممكن تحولها للموية، تعمل كده الآن بتقدر تغسل. يلا ورينا الآن إزالة الرغوة. طبعا كل العملية سريعة وبتتم في أسرع وقت. طبعا عملية إزالة الرغوة في ثواني، بعد ما ترشها تسيبها شوية إلى ما تنضف السيارة، وبعد كده تقوم بإيش بالغسيل. زي ما احنا شايفين المسدس، مسدس متخصص والجهاز اللي بيشتغل عليه. طبعا جهاز رش الرغوة الثلجية زي ما احنا شايفين احدث جهاز متخصص يشتغل على الرغوة. طبعا جهاز الضغط زي ما احنا شايفينه الاحمر اللي جوه يتشبك عليه اللي والمسدس، بثواني تحولت السيارة الى رغوة ثلجية. مجموعة البركات متخصصة في تجهيز مراكز العناية بالسيارات، وهذا أحدث طريقة لغسل السيارة بالرغوة الثلجية. زي ما احنا شايفين سرعة، دقة، مية مية. الآن عملية إزالة
الرغوة حولنا المسدس إلى الرش الرذاذي بالماء. طبعا عملية سريعة وتنظيف أكيد 100%. الآن نحن بنقوم بعملية الرغوة السحابية. طبعا الرغوة السحابية جهازها يختلف عن جهاز الرغوة الثلجية، لأنه هذه تعمل على ضغط منخفض وممكن على ضغط حنفية الموية، مش شرط يكون عندك جهاز ضغط عالي. زي ما احنا شايفين بتقوم بغسل السيارة بالكامل، وطبعا بتوفر لك مجهود وفي الشامبو وفي الاستخدام كله. يعني ممكن العبوة دي اللي احنا شايفينها بيغسل بيها تغسل لها من 6 إلى 8 سيارات. يمكن زيادة التركيز حق الصابون لو حبوا يزيدوه. كيف يزيد تركيز الصابون؟ يزيد تركيز الصابون زي كده. شوف هنا هنا في أرقام، خليه مثلا رقم 4 الصابون أزول، شوف رقم 3 الصابون أكثر. ايوه، اذا الجهاز في وحدة تحكم في نسبة الرغوة وكمية الصابون الخارجي. زي ما احنا شايفين بتقوم باختيار الرغوة المطلوبة وحجمها، وبعد كده تقوم بعملية الغسيل. زي ما قلنا هذا جهاز متخصص للرغوة السحابية، اللي هي رغوة من غير ما تستخدم أي جهاز ضغط زي حق الرغوة الثلجية. وبرضو عملية الغسل بتتم بعد ما قمنا بعملية غسيل السيارة بالرغوة السحابية. نفس المخرج ولا المسدس يقوم بعملية الشط، تشيل منه الراس اللي فيها الشامبو، وبعد كده تقوم بعملية الغسل. طبعا زي ما احنا شايفين قوة الضغط كيف طالعة، وهذه كلها جاية من حنفية يعني، ها، انما هي بتخرج مضغوطة لانه فيها الراس هذه اللي هي بتتحكم بكمية الموية الخارجة. Very finely. The outlet nozzle contains an air hose which rotates during operation. The air is swirled to create a rotational milling effect similar to a geothermal tornado. Here you see how the compressed air hose works in slow motion. Even areas which are hard to reach can be cleaned quickly and thoroughly using this tornado effect. Door opening, gear gator, even window winders, heating and ventilation shafts can be cleaned effortlessly. A simple switch of the lever and all dashboard parts are quickly dried, as you can clearly see here. The tornado gun works best at an operation pressure of 8 bar.